معلش انا بس اضطريت اوقف الفيديو عشان كان في زيارة عليا كده، عشان نعيد يعني. كل سنة وانتم طيبين. المهم نكمل كلامنا. احنا وقفنا عند اللوكال ليجن وقلنا دي مهمة جدا ومشهورة عشان الام سي كيو، واتكلمنا عن الاكتوبيا فازايكا. تمام، قلنا ان دي حاجة كونجينيتال، تبقى اليورينري بلادر فيها مفتوحة على البحري. تمام، قلنا نشوف صورة ليها اهو. هتلاحظ كده ان البلادر حرفيا مفتوحة على البحري، في مشكلة في الابدومينال وول والبلادر باينة اهي منها. هي دي الاكتوبيا فازايكا، ليها اسم تاني اسمها اكستروفيك بلادر. في بعد كده ممكن يحصل دايفرتيكولم، ان حته من البلادر تبقى طالعه كده لبره. ممكن ليكوبليكيا في الميوكوزا، ممكن كرونيك سيستايت او ستونز. ده بالنسبه لحته يعني اول حته بتاعت اللوكال ليجن مهمه جدا، اشهرهم الاكتوبيا فازايكا، خصوصا ان دي حاجه كونجينيتال. يعني ممكن يسالك ايه الحاجه الكونجينيتال اللي بتعمل كانسر او تقلب كانسر، هي الاكتوبيا فازايكا مهمه. مجال السموكينج بقى يقول لك ان هو ممكن يعمل او بيعمل ريسك للديفلوبمنت بلادر كانسر. ليه او بسبب ايه؟ increased urinary excretion of carcinogenic substance. على فكره اي حاجه عموما carcinogenic في الجسم، الفكره ان هو بيحصل لك سكريشن عن طريق اليورين، وهي بيحصل لك سكريشن بتعدي على مين؟ بتعدي على البلادر، فالبلادر بتتاثر بيها. بس ده ان جنرال يعني لاي حاجه carcinogenic في الجسم. يقول لك بعد كده السايت، يقول لك common location يا اما في الترايجون او البوستيريور او اللاترال وول. بس اعرفهم كده خلاص، ترايجون بوستيريور لاترال وول، يعني عشان لو سالك في الامتحان او all of the following according to مش عارف كارسينوما استرو اكسبت الكلام الاهبل ده، فاعرف كده الاماكن اللي دي. انت بقى لو جيت تشوف كده الفايل او الجدول اللي انا عامله في البريد ديبوزنج فاكتور، انا عايزك تعرف دول بس، هم نفس الكلام اللي هناك، بس في الحته بتاعت اللوكال ليجن تزود الامثله، يعني تزود الامثله بتاعت الاكتوبيك فازايكا والليكوبليكيا ومش عارف والدايفرتيكولم، يعني حط الامثله بس جنبيها. غير كده انا عايزك تبقى عارف دول بس، والسايت انا كاتبه في اخر سطر تحت. طيب نخش بعد كده بقى على الايه؟ على الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك والكومبليكيشن. الجروس بيكتشر الكلام فيه مش كتير، الكلام فيه قليل. هو انت عندك حق يعني هما نوعين، يا اما بابيلاري يا اما نون بابيلاري. طيب مين الاشهر؟ البابيلاري هو الكومن. يجي يسالك في الامتحان مين الكومن جروس بيكتشر اوف كارسينوما اوف يورينر بلادر، بابيلاري ولا نون بابيلاري؟ لا البابيلاري هو الكومن. طيب في جمله مكتوبه يقول لك ايه؟ سين ان نون بالهاريزيال بلادر كانسر. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان اي كانسر هيحصل للبلادر مش ريليتد للهاريسيا تبقى بابيلاري، لكن لو بالهاريسيا مش هتبقى بابيلاري. تمام، دي معنى الجمله، فركز علينا ممكن يسالك فيها. نون بالهاريسيا بلادر كانسر هي اللي تبقى بابيلاري وهي الكومن. نون بابيلاري بقى اي حاجه تيجي في دماغك، يعني بوليبويد فانجيتنج اللي هي زي ما قلنا عامله زي الارنبيط، السراتيف اللي تبقى ريزد طالعه لفوق، وايفيرتد وريجولر، فيرم نيكروتيك اللي هو من ايام الجي اي تي، يعني كانت مشهور جدا في الجي اي تي حوار الالسر ده. ممكن انفيلاتيف او كومبايند، يعني يبقى ميكس ما بين اتنين. فخليك عارف ان البابيلاري هي الكومون، هي اللي نون بالهاريزيال برادر كانسر. نون بابيلاري الاربع امثله دول، ده بالنسبه للجروس بيكتشر. المايكروسكوبيك بقى ايه؟ المايكروسكوبيك هو هيديك كلمتين عن كل نوع مالجنانت اتكلمنا عنهم في التقسيمه اللي فات. احنا اتكلمنا عن الترانزيشنال سيل كارسينوما، وقلنا سكوم سيل كارسينوما وادينو كارسينوما اكوردنج لايه؟ للكلاسيفيكيشن اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. بس هو يتكلم عن كل واحده هيديها كلمتين. انا بقى ايه هقول لك اللي تعرفهم علشان الامتحان. اول حاجه تبقى عارف ان هو بابيلاري باترن بيتكون من فيلز بابيلاي. تمام، وده بديهي، احنا لسه قايلين انه في الترانزيشنال بيسيليوم، يعني لما بيكون في بناين تيومر بيبقى اسمه ترانزيشنال سيل بابيلوما، وقلت لك اكتب جنبها الفيلاس بابيلوما، قلت لك النوع اللي اتكلمنا عنه كان فيلاس، فافتكرها كده فيلاس، بيبقى فيه فيلاس بابيلاي. طب بتتكون من ايه؟ يقول لك كونكتيف تيشو، ان الكور بتاعها كونكتيف تيشو كفرد باي سيفرال لايرز اوف مالجنانت يورو سيليال سيل. فاكر ورا لما قلت لك، هنرجع كده لورا اهي، قلنا ان الاستروما او الكور كفرد باي نورمال لوكينج ترانزيشنال سيل،
ونورمال نمبر اوف لايرز ومش اكتر من 6. وقلت لك ساعتها ان هما لو اكتر من 6 يبقى مالجننت. هو هنا نفس الكلام، ما هو ده ترانزيشن سيل بابيلوما وده ترانزيشن سيل كارسينوما عكس بعض. هنا اهو لكن الكور كفرد باي سيفرال لايرز اوف مالجننت يوروسيليال سيل، تمام؟ فهي عكس البابيلوما يعني. يقول لك ان هي ممكن تبقى لو جريد او هاي جريد، يعني على حسب، ممكن لو ممكن هاي. ده مين فيهم؟ ده البابيلاري باترن، ان هو في بابيلاري في النون بابيلاري حتى نكتبه بين قوسين اهو. يبقى ترانزيشنال سيل كارسينوما في بابيلاري وفي نون بابيلاري. البابيلاري هو نفس، يعني هو نفس الكلام اللي كنا بنقوله عن البابيلوما بس ناقص. يعني ايه؟ يعني في الترانزيشنال سيل بابيلوما كنا بنقول ان هو نورمال لوكينج والنورمال نمبر والكلام ده، لا هنا العكس، هنا بقى الكور هيبقى سيفرال لاير من المالجنانت يوروسيليال سيل، تمام؟ ده المين؟ ده البابيلاري باتر، وان هو بيتكون من فيلاس بابيلاي. طب النون بابيلاري يبقى شكله ازاي او بيتكون من ايه او ايه اهم حاجه فيه؟ هو بيقول لك ان هو بيتكون من سوليد جروب من مالجنانت يوروسيليال سيل برضه بالكلام ده، بس دي مهمه، انفيد لامينا بروبريا، ممكن يبقى ديبر كمان، وعشان كده بيبقى هاي جريد. ده اخطر، لامينا بروبريا ديت اللي بتبقى فوق المسلز اصلا، فمعنى ان هي اخترقت ده معنى ان هي عملت متاسس راحت لبعيد. فلما يجي حد يسالك او يجي في الامتحان مثلا يقول لك مين اخطر، البابيلاري ولا النون بابيلاري؟ النون بابيلاري طبعا. هتقول لي ليه؟ اديني سببين. اول حاجه هي بتعمل انفيد لللامينا بروبريا او ديبر. تاني حاجه ان هي دايما او في الاغلب بتبقى هاي جريد، عكس ايه؟ عكس البابيلاري. احنا لسه قايلين ان هي ممكن تبقى لو ممكن تبقى هاي جريد. فانت فرق ترانزيشنال سيل كارسينوما، عندي بابيلاري ونون بابيلاري. البابيلاري اللي هي عكس البابيلوما، ان بس في لايرز كتيره ممكن تبقى لو او هاي جريد، لكن النون بابيلاري لا، دي وحشه، دي بتبقى هاي جريد، يوجوالي هاي جريد، وبتتعمل انفيجن لللامينا بروبريا، تمام؟ ده بالنسبه لاول نوع اللي هو ترانزيشنال سيل كارسينوما. نخش بعد كده على تاني حاجه اللي هي السكويمس. اتفقنا برضو ان دي بتحصل، السكويمس يعني يا اما بسبب بالهريسيا يا اما بسبب كرونيك سيستايت، قلناها. فنيجي كده يقول لك ايه اول حاجه؟ يقول لك ان هي انفيلرتيف سكويمس كارسينوما، تمام؟ اكيد. بص دي موست كومنلي ديفلوب اون توب اوف بالهريسيا سيستايت، يعني ايه؟ يعني عيان عنده سيستايت او كرونيك سيستايت سبب بالهريسيا. فما تنساش البلهريسيا والكورونيك سيستايت بيخلوا الابيثيليوم سكويمس، عشان كده موست كومنلي ديفلوب اون توب اوف بلهريسيا سيستايت. دي برده من الفيديو الانترودكشن. يقول لك بقى ان هو بيبقى ويل ديفرنشيتد ويز كراتين بيرلي فورميشن. على فكره اي سكويمس سيل في التاريخ، يعني انت في اي حاجه فيها سكويمس سيل كارسينوما هتقول ان في كراتين بيرلي فورميشن بس، يعني دي كده كده ثابت اصلا في كل حاجه. المهم تبقى عارف ان النتيجه مقطوعه بالهريسيا. مين اشهر تيومر بيجي للعيانين اللي بالهريسيا؟ السكويمس سيل كارسينوما. اوعى تنسى عشان ده والله سؤال امتحانات للصبح، خلي بالكم منه. تالت نوع والاخير الادينو كارسينوما. اول حاجه لازم تبقى عارف ان هي رير، يعني ما بتحصلش كتير، تمام؟ يقول لك بقى ان بيحصل اكستروفي في البلادر وبيحصل جلاندولار ميتابليزيا. هتقول لي انا مش هفتكر كلمه جلاندولار ديت، لا احنا في الكلاسيفيكيشن بتاع الفيديو اللي فات قلنا ان في ترانزيشنال وفي سكويموس وفي جلاندولار. المالجنانت تيومر بتاع الجلاندولار اسمه ادينو كارسينوما، فلما تتزنق جلاندولار ميتابليزيا هي بس. ف ودي اهم حاجه فيها ان تيومر از كاركترايزد باي جلاندولار او تيوبولار باتر ويز اور ويزاوت ميوكس برودكشن، يعني ممكن احيانا يكون في ميوسين او ميوكس وممكن احيانا ما تلاقيهمش. طيب والباترن بتاعه ايه؟ جلاندولار وتيوبولار. هل في حاجه صعبه؟ لما احنا عارفين ان الادينو كارسينوما ده المالجنانت بتاع الجلاندولار تايب، فايه اللي فيها لما بقول ان هو كاركترايزد باي جلاندولار او تيوبولار باتر بس؟ ما فيش حاجه صعبه. دول التلات انواع المالجنانت. الترانزيشنال سيل قلنا فيه بابيلاري ونون بابيلاري، قلنا النون بابيلاري اوحش ان هو بيعمل انفيد لللامينا بروبريا، عشان كده دايما او يوجوالي بيبقى هاي جريد يوجوالي. السكويمس اشهر حاجه ان هي بتاعت البلهاريزيا سيستايت وتبقى معاها كراتين بيرلي فورميشن ويل ديفرنشيتد. والادينو كارسينوما قلنا ان هي رير وان هي كاركترايزد باي جلاندولار او تيوبولار باتر ويز اور ويزاوت ميوكس برودكشن. في بقى كده ميكسد، يعني ايه ميكسد؟ يعني مثلا تلاقي مثلا الترانزيشنال ومعاه سكويمس سيل الاثنين، يعني ده حرفيا عيان فقري. فيقول لك مثلا ايه بيسيل التيومر اوف بلادر مي شو ميكسد باتر،
يعني يبقى في يعني حاجتين من التيومر اللي فوق يوجوالي، يعني يوجوالي بيبقى ترانزيشنال والسكويمس هما اللي بيبقوا مع بعض. ان احنا لسه قايلين ان الادنو كارسينوما رير، فهو يوجوالي الميكسد كارسينوما بيبقى اول اتنين الترانزيشنال والسكويمس سيل كارسينوما. ده بالنسبه لي للجروس بيكتشر، ده موضع اسئله للصبح. في الحاجات اللي قلت فيها مين اخطر، طب مين اللي فيه فيلز غضب الله، مين مشهور مع بالهريسيا، مين كاركترايز باي جلاندولار او تيوبرال باتر، الكلام ده كله كل ده موضع اسئله على فكره. طيب السبريد عندي ثلاث حاجات، يا اما دايركت على البروستات على طول، والسيمينال فيزيكال واليوريتر والريكتوم والفاجينا كل الحاجات اللي جنب البلادر، يعني ده جنبها على طول فهي مش محتاجه حاجه تتروح عن طريقها، فاهم؟ اللي هو دايركت، يا اما الليمفاتيك اللي هو الاليك والبار اورتيك لينفنود، هشوف اللينفنود اللي قريبه منه ينتشر عن طريقها، يا اما لو هيروح الاورجن بعيد يبقى عن طريق البلد. اتفقنا برضو في الفيديوهات اللي فات ان هو بلد عشان يروح لكل الاماكن في الجسم، دي اللي هي 2L 2B لانج وليفر وبون وبرين، يعني هو هنا المفروض برضو جنبها برين، 2L 2B لانج ليفر بون برين، دول مشهورين بتوع الميتاستاز يعني بتحصل في كل الحالات. ده بالنسبه للسبريد بتاع الكانسر. طيب تعالى بعد كده للكومبليكيشن. اول حاجه ممكن يحصل يورينري اوبستراكشن. ليه يورينري اوبستراكشن؟ بص يا معلم، احنا اتفقنا في الاول خالص ان احنا عندنا الكدني بيطلع منها خرطوم، قلنا كده بالنص اسمه اليوريتر، اليوريتر يروح على البلادر. دلوقتي حصلت مشكله في البلادر، طلع تيومر سد البلادر، نزل اليورين اتراكم، بعد ما اتراكم عمل ايه؟ هيفضل يتراكم في البلادر، في البلادر لغايه ما يطلع لفوق فيتراكم في اليوريتر، ولما يتراكم في اليوريتر هيعمل ايه؟ هيرجع الكدني. يعني عشان برضو تبقى فاهمين الدنيا اكتر، طبعا الرسمه دي لا تمت الاناتومي بصله هي بس الفكره ان رقم واحد اللي هو الكدني، رقم اتنين اللي هو اليوريتر، رقم تلاته اللي هو اليورينري بلادر. ويعني لو حرفيا لو حد من الدكاتره شاف الرسمه دي هيطرد من الكليه خالص، يعني لو راح شغل الكليه تانيه. طيب دلوقتي اللي بيحصل لما يكون في تيومر في البلادر، هنا اللي بيحصل اوبستراكشن، يعني في تيومر سد الدنيا، تمام؟ طيب التيومر هنا سد الدنيا، كان في مثلا يورين نزل في اليوريتر، طب اليورين ده هيحصل له ايه؟ هيتراكم هيتراكم هيتراكم، هيفضل يتراكم لغايه ما يرجع للكدني، يتراكم في الكدني يتراكم في الكدني، وبالتالي هيحصل مشكله في الكدني، يحصل مشكله في اليوريتر، صح ولا غلط؟ ده بديهي. طيب نيجي نقرا الكلام، يقول لك اول حاجه يحصل ايه؟ هيدرو يوريتر. يعني ايه هيدرو يوريتر؟ يعني هيبقى مليان ميه او مليان سوائل عموما، مش ميه اللي هي ال H2O يعني، لا ميه يعني سوائل يورين كده. هيدرو نفروزز نفس الكلام للكدني، يعني الكدني هتبقى مليانه ميه او مليانه يورين. كتب هو يورين ريتنشن ورينال فيلير، فاعرف هيدرو يوريتر هيدرو نفروزز، يعني هيبقوا مليانين ميه او سوائل، تمام؟ ده لو حصل اوبستراكشن. ممكن يحصل انفكشن، سيستايت، بايلونفرايت، مشكله في الكدني. ممكن يحصل حاجه اسمها بايو يوريتر وبايو نفروزز. طيب يعني ايه الكلمتين دول؟ احنا فوق قلنا هيدرو يوريتر وهيدرو نفروزز، قلنا ان بيبقى في ميه متراكمه. هنا البايو يوريتر والبايو نفروزز يعتبر نفس الكلام، لكن بدل ما هو كان ميه بقى بص، يعني بقى مليانين بص، وطبيعي ان ده انفكشن هيبقوا مليانين بص. فهيدرو ميه لكن بايو بص، حتى بي تقيله وبي تقيله، بايو بص بص. ممكن يحصل هيماتوريا، وعلى فكره الهيماتوريا دي في الاغلب بتحصل بسبب الانفكشن، ان بتبقى قرحه عامله نزيف. ممكن يحصل فيستيولا، ان الرينر بلادر يفتح على الفاجينا مثلا او يفتح على الاوفريا، يفتح على اي مكان تاني. ده بالنسبه لي الايفكت او الكومبليكيشن عموما. كده احنا اتكلمنا عن السبريد واتكلمنا على الكومبليكيشن، ما فهمش اي حاجه صعبه ان شاء الله، يعني الكلام كله سهل وفي فهم واستنتاجي، وجروس بيكتشر ده اهم حاجه، ده موضوع اسئله للصبح. نرجع كده للبي دي اف، اتكلمنا احنا عن كل ده وقلنا ده. ايوه الستيجنج اخر حاجه. بص يا معلم، انت عشان تعرف دلوقتي الكانسر بتاع البلادر ده كويس لا وحش، الكلام ده كله نعرفه عن طريق حاجة اسمها تي ان ام ستيجنج. تي ان ام، التي اللي هو التيومر بيتكلمك على الدبس بتاعه، يعني هو وصل لفين، انتشاره وصل لفين، ده اول حاجة.
التي. الام اللي هي الليمف نود ميتاسز او نمبر، تمام؟ حتى هو كده، هو ان من 1 ل 3، هي تي ان ام. الليمف نود ميتاسز ده اللي هو بنرمز له بحرف الام. الام اللي هو الميتاسز الديستنت بتاعه، يعني هل فعلا راح عمل ميتاسز في حته ثانيه ولا لا، هو اسمه تي ان ام ستيجنج، تمام؟ طيب نبدا نتكلم واحده واحده. في التي ان ام افتكر كده 2 3 2 في التي، سوري مش تي ان ام، التي بس اللي هي التيومر ديبس او انفيجن. يعني ايه 2 3 2؟ يعني تعرف اول 2 مع بعض، بعد كده تعرف الثلاثه، بعد كده تعرف اخر 2، 2 3 2. طيب احنا اتفقنا من الاول خالص ان انا عندي يا اما فلات ليجن او فلات سيل يا اما بابيلري، تمام؟ فلو هما لو فلات، لو هما لو فلات ونون انفيزيف، ده اسمه تي اي اس. يعني ايه؟ يعني اي اس يعني انسايتو، تمام؟ هي كلمه تي ده الاول اختصار، اي اس يعني انسايتو. فلو احسنهم خالص الفلات ويكون نون انفيزيف، ده ساعتها هيكون انسايتو في مكانه ما عملش اي مشكله. طب لو بابيلاري ونون انفيزيف، لا ده اسمه تي اي، يعني لا لحد ما كده ايه هيبتدي، فاهم؟ فانت كده اعرف ان الفلات احسن من البابيلاري. طيب دي اول حاجه. نيجي بعد كده للثلاثه دول. اول حاجه لو التيومر وصل لللامينا بروبريا، واتفقنا ان اللامينا بروبريا دي اللي هي تبقى قبل العضلات، ده كده تي 1. لو وصل للمصل لا كده هيبقى اوحش. عندي نوعين، يا اما سوبرفيشال يا اما دي. لو وصل للسوبرفيشال ماسكيولاريس ده اللي هو تي 2 اي، لكن لو الديب ماسكيولاريس يبقى تي 2 بي. تاني يبقى انا عندي الفلات نون انفيزيف ده تيومر انسايتو، والبابيلاري نون انفيزيف ده تي اي بس. هل جبنا سيره ارقام او ستيج 1 وستيج 2 والكلام ده؟ لا، اي اس واي انسايتو واي، خلصنا منهم. نخش بعد كده بقى ايه لو فعلا طلع من اليوري بلاير. اول حاجه هيوصل لمينا بروبريا اللي بتبقى قبل المصل، قبل العضلات، ده اسمه تي 1. طب لو وصل للعضلات او الماسكيولاريس بروبريا ده كده تي 2. لو سوبرفيشال يبقى تي 2 اي، لكن لو ديب يبقى تي 2 بي. نخلص منهم نخش على اخر اتنين. عندي حاجه اسمها بيري فازايكال فات، ده الفات اللي بيبقى حوالين البلادر كده، خدته اناتومي. لو وصل له يبقى ده كده تي 3. لو وصل بقى الادجسنت ستراكشر ده اسمه تي 4. يعني ايه ادجسنت ستراكشر؟ راح بقى للستراكشر اللي جنبيه، مثلا الاوفري، مش عارف اليوريتر، الحاجات دي كلها راح على الحته اللي جنبيه، ده كده يبقى تي 4. فده اللي هو تي ان ام ستيجنج. احنا اتكلمنا عن التي، قسمهم 3 2 3 2 عشان بس تفتكر الكلام. طيب الان اللي هو الليمف نود ميتاستاز، ان 0 يعني ما خدش ولا ليمف نود، حلو. عندك بعد كده ان 1 وان 2 وان 3. طيب ان 1 يعني اخد ليمف نود واحده واقل من 2 سم. طب ان 2 اخد ليمف نود واحده لكن اكبر شويه من 2 سم، يعني من 2 ل 5 سم، او مالتيبل واقل من 5 سم. يعني هو ضرب ليمف نود واحده بس حجمها كان كبير شويه، يا اما مالتيبل وحجمهم صغير، فاهم؟ يعني هو كانه مالتيبل عشان يعوض ايه، بدل ما هي واحده كبيره يبقى مالتيبل صغيرين، يعني نفس الفكره. بدل مثلا هي سنجل 5 سم، لا اخد مثلا مالتيبل واخد مثلا 5 ليمف نود وكل واحده كانت 1 سم، فبدل ما هي سنجل 5 سم اخد 5 وكل واحده 1 سم. بس يعني عشان تفتكر بس الكلام، السنجل من 2 ل 5 او مالتيبل اقل من 5. ان 3 دي بقى دي مصيبه، ده كده خد اي ليمف نود قدامه واكبر من 5 سم، ده كده اللي هو الان اللي هو الليمف نود ميتاسس. اخر حاجه الديستنت ميتاسس اللي هو الام، هو ام 0 ام 1 ده اللي هو اكون او لا اكون، يا اما نو ميتاسس يا اما ديستنت ميتاسس، فاهم؟ ام 0 نو، ام 1 ديستنت ميتاسس. ده كده كان الستيجنج بتاع البلادر. ممكن نسال مثلا بلادر ومش عارف ايه، ومثلا التي ان ام ستيجنج، فكان مثلا التي كان تي 2 بي، وكان الان مثلا ان 2، وكان الام مثلا ام 0. ده كده ايه بالظبط؟ تجيب لك بقى اختيارات، فانت تختار مثلا ان هو كان وصل للديب ماسكيولاريس جروبريا، ومثلا ان 2 يعني كان سنجل او مالتيبل، وام 0 يعني نو ميتاسس مثلا. ممكن يجيب لك سؤال كده ويلخبط ناس كتير على فكره، يعني بصمجهم، فاهم؟ بصمجهم مع نفسك بس. ولو على التيومرز هتذكرهم من هنا، هي حرفيا المحاضره كلها هنا اصلا من بعد الكلاسيفيكيشن، يعني هتذكرهم من هنا هتلاقي الدنيا زي الفل.
ده كده كان جزئية ال tumors of urinary bladder. كده الحمد لله خلصنا منهج باثولوجي الرينال كله الحمد لله. اتمنى ان انا اكون قدرت افككم واسهل عليكم. باذن الله هيكون في برضو يا اما فيديو يا اما 3 فيديوهات في حل ام سي كيو. نجمع شويه اسئله ام سي كيو على اسئله بتاعت مذاكرتي هنحل على كل محاضره. فيا اما هيبقى كل محاضره فيديو يا اما فيديو نجمع 3 محاضرات. فهشوف الدنيا ان شاء الله وهبلغكم. بالتوفيق ان شاء الله.